اجلي طيب يعني انا والله ناسي شوي بس يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلعت بتلاوة خاصة فيك؟ ايه انا قرايتي المعتادة يعني. طيب السداسة لا قبل كنت قلده في محمد الحيدان تعرفونه؟ ايه اضبط شوي تبي الحيدان حيدان شلون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا الدوسري انا ناصر القطاوي. من اللي عندك انت حافظه؟ في الجهني وغير الجهني. شريم تعرف؟ شريم يعني. ابو بكر الشاطري؟ لا ما اعرف. طيب اوكي جهني. جهني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيري قال ياسر الدوسري. أنا من الناس اللي يحب ياسر الدوسري ومن الصعب جدا أنك تجد تلاوته، فلعلي يعني أجدت شيئا من تلاوته. ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. طبعا ما فيه ما هي بقصيدة الله يجزاك خير. لا والله الله يجزاك خير. لا تتحمس واجد واحد مو بالداع والله ما شاء الله تبارك الله يجزاك خير. انا ترى ياسر اكثر شيء اسمع له هو ترى من الخارج ياسر. لا يعني اللي بينهم ابيات شغل ابيات تلاوة وجاءت سكرة الموت تبكي الله يجزاك تبكي سكرة تبكي حافظ يا عادل. لا ممكن جاي من قران وبس ترى سلامتك. ماهر المعيق شوي بس التجويد شوف اقرا فاتحه. طيب انا ياسر والله ياسر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهد ما تعرف لبن فهران أنت؟ الجليل تعرفونه؟ ها؟
الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واحد قرأ عندنا ما شاء الله، والله ما أعرفه. شباب الله يعافيكم يا شباب، شكرا. ما هو مشهور عندنا في الخارج، يمكن اللي يشوفنا من هالخارج يعرف مجمع الحديثي، مسجد عند مجمع الحديثي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل ولا هو معروف، وجاء فترة مؤقتة وراح. من كثر جمال صوته صليت يمكن معه أحيانا، ما أخفيك أني أتعنى عشان أصلي مثل معه، ألحق معه الصلوات الجهرية ما شاء الله. فصليت يمكن معه ثلاث صلوات فاقتبست تلاوته، ولا أني بأتقنها أصلا. هو جميل صوته ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل ولا أدري والله من الراح. لا الشيبان اللي في الديرة جاك في الديرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. خبر واحد، هذول في الديره كذا تسمعهم ورعي يركض، واللي وراهم تقام 10 ولا 15 هم بيصلون، وبعدها بيصلون على واحد منهم، وفيهم بتقهون عنده المغرب والعيش الشبت عند واحد ثاني الساعه 9 عند ابو سامي. سكر ابو خير، هلا. لا هي الديره الله. هذا يذكرني صوت واحد من الشيبان عند خوالي في الدوادمي كذا، اذا جاي يكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده. بعدين ترى ابو سامي عندي سؤال شريعي. نجاشي ما يتعاملون بالميكروفون، سؤال شريعي. ما يتعامل بالميكروفون. ابراهيم اللي عنده فتوى يفتينا يا جماعه. اليوم انا صليت قمت